اليوم في عنا رحلة من مدرسة البيان مرج الحمام، شباب البيان دور وأهمية مكب الغباوي معالجة النفايات، لإطلاعهم وبيان مدى أهمية مكب الغباوي وآلية وطريقة التشغيل ومعالجة النفايات. مكب الغباوي يعتبر من المشاريع الرائدة اللي بتنفذها أمانة عمان الكبرى بأحدث المواصفات العالمية والبيئية. يوميا بنستقبل معدل 2500-3000 طن يتم معالجتها بطريقة صحية وصديقة للبيئة بواسطة آليات ثقيلة ومعدات مخصصة لهذا المجال. احنا هلا جينا على مكب النفايات اللي بمنطقه الغباوي، منه مكب كبير بيجي باليوم من 1500 طن الى 3000 طن، وهيو كبير طلعوا عليه. في هلا عندنا هناك اليات زي ما انتم شايفين بتمروا النفايات عشان يقدروا يحطوا نفايات بدالها، وبيستنتجوا من تحللها غاز الميثان. اليوم كانت رحلتنا على مكب النفايات، رحنا علشان نطلع كيف هم وكمان جينا على مكبس النفايات طلعنا كيف هم كيف وين بكبوا النفايات، وكمان قالوا لنا انهم بكبسوا النفايات عشان يصغروا من حجمها عشان بدل ما يطلعوا اكثر من سياره يطلعوا كلهم سياره واحده، لانهم لما بكبسوها بيصغروا حجمها. اليوم جينا على مكب النفايات وعلى المكبس. هون المكبس بيجيبوا الشاحنات اللي بيكون فيها الزبالة، بعدين بيودوها على المكب بفرغوها، بعدين بتنتقل على المكبس، وبعدين بيودوها على كونتينر. هاي الكونتينر بتودي الزبالة على المكب،